السلام عليكم، معكم سيف الدين بن واكور، محب ومشجع للنادي الرياضي القنيطري. في هذه المحنه هذه اللي كيدوز فيها النادي، كنتمنى من السلطات ديال مدينه القنيطره انهم يتحركوا ويفتحوا يعني الملعب في وجه الجماهير ديال النادي القنيطري اللي كتعتبر هي المسند الرسمي ورقم واحد بالنسبه لهذا الفريق هذا فيما يخص المداخيل ديالو. وبما كنعرفوا انه يعني المجلس البلدي في شخص رئيسه اللي كيمتنع انه يضخ في ميزانيه ديال النادي السيوله الماليه باش تمكن المكتب انه يقوم بانتدابات اللي يمكن لها انها ترفع من المستوى ديال النادي انه يقوم بانتدابات. فاذا بنا كنشوفوا المجلس كيمتنع، هذا علامه استفهام اللي احنا كمحبين للنادي ما فهمناهاش. وسيرتو ان النادي القنيطري هو نادي ذو تاريخ كبير، عنده 4 ديال البطولات وكاس ديال العرش، فحشومه اننا نشوفوا نادي كيتخبط في هذه المشاكل هذه وهو في يعني في القسم ديال الهوات. فكيف يعقل انك رئيس ديال المجلس البلدي حاليا، وسابقا كنت رئيس ديال نادي القنيطري كنت طلبتيها وحاليا منعتيها؟ راه هادشي اللي وقع للكاف، اللي وقع لهذا القنيطريه، حتى في الباسكت والهوندبال غير يتفرجوا وغير يشوفوا ويعاونوا الفريق وداكشي، ها هما شدوا التيران نهائيا. فينا الناس فين غيمشيو؟ يمشيو يتسلطوا، يمشي بلاصه اخرى، غادي يوليو شومه كاع. الفريق اللي كان كيعترف كلشي الفروق هنا، كانت الكره، الرياضه، كلشي، كانت المدينه زاهره. بالعكس دابا تبدل. هذا العام دابا بغينا ان شاء الله الصعود، ولكن ما كاينش شي دعم من المجلس البلدي. نتمناو من انس البعناني ان شاء الله يدير اللي في جهده ويفتح لنا تيران. راه ديما كاك وديما كاك ديما كاك ديما كاك كاك الفوق الفوق. اخويا شنقول لك، دابا الكاك راه كلشي عارف راك جعاني في الهوات، والناس ديال قنيطره باش يدعموها معنويا وماديا كيزيدوا يأزموا القضيه. يعني والمغاربه كاملين كيعرفوا بان الملعب والفلوس ديال التيكي راك تدعم الفريق، والتيران راك تدعمه ماديا ومعنويا ماشي غير ماديا. وكنتمنى من كبار المدينه ديال قنيطره واللي يقدر يساهم من بعيد ولا قريب يعاون الفرقه باش ما كان، وان شاء الله نتمناو الخير. واش بالنسبه لك ضروري تفتح الملعب ولا ماشي ضروري؟ ضروري، حاجه طبيعيه، لانه في جميع الانديه راه الجمهور هو المساند الاول، هو رقم 12 في التيران. انا بصراحه هذه المساله هذه اون جينيرال حاس العالم كامل تفتح التيرانات، الا ملعب البلدي وقنيطره محتاجه دابا التيران يكون عامر باش الدراري يطلعوا. والبليس دوسا اللي خاصو 12 بزاف، هما المشاكل اللي كانوا وقعوا شحال هادي باش خلاو الفاك يطيحوا دابا هنايا. والبليس دوسا عندنا واحد لوبورتينيتي اننا نقدروا مثلا نديروا واحد سبونسوريزي اللي هو يكون كبير يقدر يعاون الفريق باش يوصل لواحد النيفو اللي هو زوين طوب. هذا هو معنى ديال الاحتراف، راه باينه، راه كنتفرجوا دابا في التلفازه كنتفرجوا في التيرانات محلولين، يعني دونك في المغرب الا كان مسدين على المغرب كامل يسدوا عندنا، كانوا حالين على المغرب كامل يحلوا عندنا. ما هذا ماشي هو المشكل اصلا، المشكل هو انه خاصهم يتهلاو في قنيطره، هذه اللي كنانسيستي عليها انا.